1200 صديق تخلوا عني كله كذب. والله ما لي حل. قام أخي دحشني عند أبو وائل بالساحة. ليه مو قاعدة معون؟ كم لي حديثك؟ لا بيجو. بيجو ولا ما بيجو؟ بيجو. عمو قديسر لك هون؟ إلي من 2 آب 2018. حضرتك متزوج كنت؟ عايش مع أهلك؟ عايش مع أهلي وما كنت متجوزة. وتمات أبي وأمي وماتوا ثلاثة إخوات إلي، تفرقنا عن بعض. وأنا كنت موظف بالمطار، طلعت من الوظيفة من المطار على التقاعد، وطلعت على التقاعد هيك بركت. قام أخي ما حملني، مرت أخي ما حملتني. قام أخي دحشني عند أبو وائل بالساحة عند مكتب عقاري، وهالزلمه ساوى وراه ومعاملة وجابني لهون. كتر خيره. حليب الشهر. قام من جديد، يعني وين كنت ساكن قبل؟ نعم شوارع منيحة. ما كنت متزوج؟ بلا، متزوج أول واحدة تركتني، الثانية أنا قلعتها، بنتي عند أمها، وأنا لا نام بالشوارع حتى جابوني. قدي صار لك هون عمو؟ 10-12-2019 جيت لهون. والله كنت أنا مرتي مسافرة على لبنان، عرفت عليك بالأزمة. بال2013 طلعنا من البيت، عرفت عليك. عندي ثلاثة بنتين وصبي. وينهم؟ والله بالبيت قاعدين بسبا، عرفت عليك كيف. أنا من الإمارية، عرفت عليك كيف، بنت نحلاوي. وبيجوا بيزوروك؟ لا بيجوا. بيجوا ولا ما بيجوا؟ بيجوا. مرحبا. يا أهلا وسهلا. قدي صار لك هون؟ 5 سنين حبيبتي صار لي هون. أولادك وين؟ بالجيش. ثلاثة عندي، ثلاث شباب، ما عندي بنات، بالجيش. واحد بجبلة، واحد بحلب، واحد بريف جبلة. الحمد لله يا أمي. مع بيتنا راح بيتنا بالحرب، ما عندنا بيت، ما عندي بيت. قام جابوني أولادي لهون، لخائني بس يسرحوا طالعوني. الواحد 20 سنة. ما شاء الله. عندك أهل؟ عندك أولاد؟ والله ما لي حدا. اللي الله وأنتم رب العالمين. مالك متزوجة؟ بلا، متزوجة مرتين توفوا. وجبتي أولاد؟ بنت وصبي. البنت 10 سيارة قدامي، والصبي انسرق من المشفى. والصبي؟ انسرق من المشفى. انسرق من المشفى يعني وراح وضاع وما بتعرفي عنه شيء؟ لا والله. ومين حطيك هون؟ شرطة. صلي 10 سنين ونص كنت ساكنة بزملكة، بتعرفي الأحداث اللي صارت بزملكة. تركنا زملكة وجيت أنا لهون، وأخي راح استأجر وطلع. يعني ما لك كنتي قاعدة مع أخوك بالبيت؟ لا، البيتي جنب بيت أخي بالطابق الخامس، الشقة جنب الشقة. كان هو يدير باله علي ويصرف علي، هو كان معي. وبعدين تركنا زملكة، الأحداث اللي صارت، البيت راح وكل شيء راح وكله. وصفيت أنا هون، اجيت لهون أنا. ليه ما بتقعدي مع أخوك بالبيت مثلا؟ مرت أخوك هي اللي ما بترضى؟ يعني لكان يا بنت الحلال، وصعبة عنده أولاد ومرأة، وهذا ما بيقدر يحطني عنده، حطني هون. الحمد لله عايشة هون مبسوطة ومرتاحة. صار لي هون 9 أشهر. وين كنت قبل؟ أنا كنت قبل عند والدتي، والدتي عازة، اضطريت أجي لهم، ما في من يساعدني. ووالدتك؟ والدتي باركة كمان. مين ضل عندها؟ ضل أخي، أخي كمان بيغسل كلاوي، يعني ما في من يتحملني. متزوج قبل؟ إيه متجوز، إيه. وعندي بنتي، واحدة دكتورة بالجامعة الحمد لله. يعني وسبب الظروف هي اللي أنا فيها ما عاد تحملني، اضطريت طلق الزوجة وصفيت أنا. طب البيت تبع زوجتك وولادك مو لألك مو باسمك؟ ملك زوجتي، أنا كنت ضيف عندها. أي. وتخلوا عنك؟ خلوا عني. أي. وأنا بفتخر أني بدار الكرامة عن جد من قلبي، لأنه أهلي هدول الأهل، هدول الأهل بس، غيرهم ما في أهل. أنا باللي يعني اللي قرايبين ما في قرايبين، هدول القرايبين والأهل والأخوات والأصدقاء، أصدقاء برا تخلوا، 1200 صديق تخلوا عني.
كله كذب، كله كذاب، حلم. بيضحك بيوش الواحد بالله، انت رفيق وانت صديق كذاب. هدول اصدقائنا، هدول اهلنا، هدول حبايبنا. 6 سنين. متزوجة؟ لا. وين كنت عايشة قبل؟ لوبر. وراح البيت؟ راح كله. أهلي أمي وأبي متوفين والباقي ما فيني أحكي عنه. صلي 3 سنين. متزوجة؟ لا، ميت جوزي. وعندك أولاد؟ ما عندي أولاد ابنه. وين كنتي ساكنة قبل هون؟ كنت بالمعظمية، ساكنة بالمعظمية بس أجر أجار، بعدين ساويت أوراق وفتت لهون. يعني بس توفى زوجك جيتي لهون؟ طيب وأهلك، إخواتك، أمك، أبوكي؟ عندي أبي ميت توفي، عندي أخت بتركيا وأخت هون متجوزة كفرسوسة، وعندي أم وأخ. ليه مو قاعدة معهم؟ كملي حديثك. صار لي شهرين تقريبا، والله كنت بصحتي وعافية، بعدين فقدنا هيك فرق جدا، صرت مرض مزمن، جتني جلطة، أجر فيه جابني لهون كتر خيره. ما كنت متزوج؟ بلا، بس فاشل كنت بحياة للأسف يعني. وزوجتك ولادك؟ ما في حدا، لحالي ما بعرف شو عنهم. أنت تركتهم ولا هن تركوك؟ هني تركوني. والبيت ما كان لألك؟ مو ملكك البيت؟ كله راح، كان في يوم من الأيام بعدين كله راح الحمد لله. والوالد، الوالدة، الإخوات؟ إخوات ما بيتعرفوا علي بشي أبدا، موجودين بس ما بعرف عنهم شي ولا بيحاكوني. مين جابك لهون؟ في والله ابن حارتي كان جارنا كتر خيره. أيوة.